الروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 12 بقونا ويوم 12 في كل شهر إبتي هو نحتفل بيه بعيد الملاك ميخائيل، وده تذكار طبعا لإحدى المعجزات الكبيرة العجائب اللي عملها الملاك ميخائيل، لأن طبعا لا ليه عيد ميلاد ولا ليه عيد نياحة. فإحنا النهاردة وإحنا بنحتفل بيه بنفتكر علاقتنا بالملائكة. أنا أسأل نفسي السؤال ده، أنا إيه علاقتي بالملائكة؟ إحنا بنؤمن إن الملائكة ربنا خلقهم قبل ما يخلق العالم، وأول علاقة لنا بيهم كان الكروب اللي وقف يمنع آدم إن هو يأكل من شجرة الحياة. لكن الملائكة هم اجتازوا تجربة، في ناس منهم سقطت وبقت شياطين، وفي ناس ثبتت، ودول بقوا الملائكة الصانعين كلمته زي ما الكتاب بيقول. الملائكة مخلوقات روحانية ملهاش أجساد مادية زينا كده، والناس لما حبت ترسمها نتيجة إن الملاك بيتحرك بسرعة رسموا لها إيه؟ جناحة، بس ده شغل فنانين يعني، واخدين بالكم؟ لكن أنا علاقتي إيه بالملائكة؟ أنا علاقتي بالملائكة بتبتدي يوم المعمودية. يوم المعمودية لما أجحد الشيطان وأعلن الإيمان، ربنا بيعين لي ملاك حارس. عارفين موضوع الجارديان إنجل زي موضوع الملاك رفائيل المصاحب لطوبيا؟ كل واحد فينا عنده ملاك حارس. هتقول لي هم الملائكة أكتر كده؟ أقول لك آه، الملائكة أكتر قوي، وكل واحد فينا ليه ملاك حارس. الملاك الحارس ده بيصاحبه في كل حاجة، بيحافظ عليه وبيريبورتهم. طبعا انتوا بالامريكاني عارفين ريبورتهم يعني ايه. يعني ايه بيريبورتهم؟ يعني لما بتصلي بيرفع صلواتك لربنا، لما بتشتم بيكتبها في الكتاب بتاعك، واما لان هو مش بيقول كل كلمه بطاله بتقولها تعطي عنها حساب. واحد قاعد لك كده عينه عليك ومحافظ عليك، ويتنوا معاك كده في رحله حياتك لغايه بعد عمر طويل ما تنتقل. لحظة اللي بينفصل فيها الروح عن الجسد، وأنا الحقيقة تأثرت كثيرا بلحظة انتقال الأنبا شيشوي اللي قرناها في السنكسار. يقول شاف الأنبا أنطونيوس وشاف القديسين الرسل، وبعد كده شاف ملائكة، وبعد كده سمع ربنا بيقول له إيه؟ تعالى. يعني إحنا بناخد من التقاليد دي إيماننا إن لحظة انتقال نفوس الأبرار من أجسادهم بتحملها الملائكة الحارسة. يعني أنت لو راجل قديس يا دوبك كده بدرجة مقبول، الملاك الحارس بتاعك بيحمل روحك للسماء. بعد الشر لو أنت إنسان شرير، حتى لو قبطي أرثوذكسي يعني، بس عايش حياة كلها خطية وشر، الملاك ما بيقول، ما بيصدق، يقول إيه؟ خلصت منه. لأن كان زي كده لوط لما يقول كانت نفس البر إيه؟ تتعذب. تخيل أنت لو واحد قاعد طول النهار يتفرج على التلفزيون على حاجات مش كويسة، الملاك اللي جنبه يقول له يا عم طب ادينا حاجة نطلعها لربنا، أقول له إيه بس؟ مديك 50 سنة ولا 70 سنة 80 سنة مضيعهم في الرغي في التليفون والفرجة على التلفزيون، ولا بتعمل إيه؟ أقول إيه ربنا عليك؟ الناس بقى اللي في حياة قداسة أعلى من كده، ممكن يكون فيه ناس تانية بتحضر الانتقال ده غير الملاك الحارس، زي ملائكة أكتر، ودي شفناها في كتير في سير القديسين، زي العذراء شفناها في سير القديسين، زي النهاردة الأنبا أنطونيوس والأباء الرسل، بيبقى يعني حفلة فرحانين إيه بيه. عشان كده واحد مرة كان بيتأمل في لحظة انتقال البابا كيرولوس، تفتكروا مريمينا جاله مع الملاك الحارس بتاعه ولا استنى فوق؟ ما عنديش إجابة طبعا، لكن أنا بشوقكم يعني، مجرد أن أنا إيه؟ طبعا شوفوا، تخيلوا واحد عايش على الأرض بهذا الفرح وهذا الاستعداد، واحد تاني عايش كلش إن كان ولحظة الانتقال تلاقيه تعبان جدا. الملائكة ربنا خلقها، والملائكة مطيعة جدا لربنا، والملائكة فائقة القوة والقدرة. عندنا ملاك واحد قتل من جيش سنحريب 185,000 واحد في يوم، يعني يوريكوا قد ايه. عشان كده بنقول ملائكته الايه؟ المقتدرين قوة. فالملاك الحارس اللي بيحرسك وماشي جنبك ده سو باورفول، قوي جدا، بس يا ريت انت تحس بيه. احنا مشكلتنا
ان احنا نسلك بالعيان وليس بالايمان. اللي بيسلك بالعيان عايز يشوف، يعني ما يعني اهل العالم لما بيبقى ربنا فتحها عليهم شويه بيجيبوا بودي جارد، مش كده؟ تلاقيه جايب له 3-4 بودي جارد كده وعربيه وراه والحركات الهوليود دي. لكن انت عندك قوه اكتر من كده. فالملاك ده اولا بيحرسك، مش بيحرسك من حاجه تعورك، بيحرسك من حروب الشياطين. احنا محميين بقوه الملائكه دولت. فعايزك تحس بهذا الامان وهذا الحراسه. الام اللي بتتشغل على اولادها وتبقى قلقانة عليهم، لا، اولادك مش لوحدهم، اولادك الملائكه ايه؟ حرساهم. دي حاجه لازم تكوني عندك ايمان بيها، وده اكتر من حراستنا احنا. الحاجه الثانيه ان الملائكه ديت بتحمل صلواتنا الى الله. وقصة طوبيا لما طوبيت الأب وصر صلوا وقالوا ربنا يعني إحنا خطاه وما نستاهلش أي بركة وموتنا أحسن من حياتنا، بيقول الكتاب إن هو الملاك رفائيل حمل صلواتهم إلى الله وحمل استجابة الله ليهم. ودي نقطة مهمة جدا، يعني أنا ببقى عارف إن أنا الصلوات اللي أنا بقولها ديت بيحملها ملاك إلى السماء. وإحنا في كل قداس بعد ما نخلص القداس وابونا يحط ميه في ايده كده، واخدين بالكم، ويرشمها 3 رشومات، يقول يا ملاك هذه الذبيحه الصاعد الى العلو بهذه التسبيحه اذكرنا امام الرب ليغفر لنا خطايانا. طيب، واحد زي البابا كرولوس كان عنده كم ملاك ذبيحه؟ احسبوا بقى، كان بيصلي كل يوم. فاحنا كل قداس بنيجي الملاك بيطلع يقول ربنا النهارده كان في مريم مرقس وفلان 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 وفلان، وقعد يقول يا رب ارحم اذكرهم يا رب. انا بحسسكم بحاجات قوه انتم مش واخدين بالكم منها. يقول اذكرهم يا رب، يبقى انتوا قدام ربنا مذكورين. مين اللي ريبورت ديو؟ ما تفهمش ريبورت ديو زي طريقه المباحث، ريبورت ديو بوزيتيفلي كمان، يعني هو بالحاجه الحلوه اللي انت بتعملها هو بيقدمها لايه؟ لربنا. وبعدين يجي يقول فلانه طلبت كذا يا رب، طيب نعمل لها كذا، فلانه طلبت كذا يا رب نعمل لها كذا، فلانه طلبت كذا يا رب نستنى عليه شويه، فلان عمل كذا يا رب لا دي الطلبه دي هتضره بلاش. وتلاقي الملائكه بتحمل استجابه ربنا ليك عن طريق الملاك الحارس. مش لازم كل مره الملاك رفائيل يظهر لك، يعني فبيظهر لك بتبقى عن طريق الملاك الحارس، ربنا بيرتب لك امورك. حاجات كتيره بتحصل في حياتنا احنا ما بنبقاش عارفين بتحصل ازاي، عشان كده بنصلي وبنقول يا من يصنع معنا اكثر مما نسال او ايه او نفهم. يا ريت ان احنا نقوي علاقتنا بالملائكه، لان احنا لما ننتقل من الارض المسيح قال يصيرون كملائكه الله فين؟ في السماء. يعني انتوا هتتحولوا لايه؟ ملائكه. هل انتوا مستعدين تتحولوا الملائكه؟ ها، طبعا مش محتاجه تبييض بشره، هي محتاجه تبييض قلب، محتاجه ان القلب نفسه كده يبقى قلب ملائكه، يبقى في طاعه كامله لله وفي بساطه وفي اتضاع وفي محبه للكل، فيستطيع الانسان ان هو يبقى ملاك. والملاك درجه ممكن الانسان يوصل لها وهو عايش في الارض وهو في الجسد. يعني الاطفال الصغيرين اللي بيتمتعوا ببساطه شديده جدا، قال عنهم المسيح ايه عجيبه جدا، قال دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ايه، وقال آية تانية عنهم عجيبة جدا، قال إن ملائكتهم ينظرون في كل وقت وجه أبي الذي في السماوات. يعني الملائكة ديت الأطفال دولت ملائكتهم الحارسة عندهم always great materials to report لإيه؟ لربنا. ياريت إن إحنا ننتبه للحاجات ديت. إحنا هنبقى ملائكة. وفي سير الآباء القديسين مرة كان واحد من الآباء الشيوخ بيخدم واحد من الرهبان، وكان الأب دوت من المدرسة اللي يقولك إيه اضغط عليه وعصره عشان ينشف، فكان يضغط عليه لدرجة يعني كان يضربه حاجات كده يعني. وبعدين لما جيت نيح الأب ده جاب مجمع الرهبان بيجتمع، فقال لهم خذوا هذا ليس إنسان ولكنه إيه؟ ملاك. ملاك. هل إحنا نقدر نبقى ملائكة؟ أقول لكم كلمة تزعلكم شوية، إحنا ما نقدرش نخش السماء إلا لو بقينا إيه؟ ملائكة. السماء ما فيهاش غير صنف واحد، ما فيهاش نص ونص، وما فيهاش شياطين طبعًا. فإحنا عايزين نكون كالملائكة، مش بعد ما ننتقل من الأرض، ولكن من دلوقتي، في الطاعة، في المحبة، في البساطة، في الخدمة،
في كل شيء احنا نحطهم قدامنا. فانا هدف الكلمتين اللي قلتهم لكم دول حاجتين بس. الحاجه الاولانيه ان انت انتبه في ملاك حارس قاعد جنبك، يا ريت كده تصبع عليه بصلوه وتمسيه بصلوه، وفي الوسط قرايه انجيل، وبينهم وبين بعض كده خدمه كده ولا سؤال على مريض ولا حاجه. خلاص. الحاجه الثانيه ان انت ذاتك او انت ذاتك هتتحول للملاك، فهيئ نفسك لهذا اليوم، ويا ريت ان احنا قبل ما نخلع الجسد نكون ملائكة من ناحية التصرف. لإلهنا المجد دائم، آمين.